حياة طيبة. حديثنا هذا اليوم عن هذا الفيلم الذي يعود للعام 1925 والذي يصور الحمالين وهم يقومون بتصعيد البضائع الواصلة إلى ميناء بغداد الصغير على نهر دجلة وينقلونها إلى المخزن، وهو موضوعنا هذا اليوم. فهذا المخزن الذي يستقبل البضائع هو المدرسة المستنصرية التي أصبحت مخزنا أو خانا منذ فترة طويلة، وحتى تصوير هذا الفيلم وبعد ذلك، بعد أن كان مركزا عالميا مهما. المدرسة المستنصرية التي أسست في زمن العباسيين في بغداد عام 1233 على يد الخليفة المستنصر بالله، كانت مركزا علميا وثقافيا يصل إشعاعه إلى العالم بأسره. المدرسة المستنصرية تطل على شاطئ دجلة بجانب قصر الخلافة بالقرب من المدرسة النظامية في جهة الرصاف، وتتألف المدرسة من طابقين مكونة 100 غرفة بين كبيرة وصغيرة إضافة إلى الأواوين والقاعات. كانت مكتبتها كبيرة وزاخرة بأعداد كثيرة من المجلدات النفيسة والكتب النادرة، وبلغت إعدادها 450 ألف. بقت المكتبة مقصدا للعديد من العلماء والفقهاء نحو قرنين من الزمن، وكان الطلاب يتم اختيارهم من المدارس المختلفة ومن الذين اشتهروا بالتأليف والتصنيف والتدريس من مختلف المدن. وقد عنيت هذه المدرسة بدراسة مختلف العلوم، وكانت مدة الدراسة في المستنصرية 10 أعوام وتضم عدة أقسام، منها علوم القرآن والدين والمذاهب الفقهية والنحو والبيطرة والفلسفة والرياضة والصيدلة والطب، وهي أول جامعة إسلامية. وكانت بعد انتهاء الدراسة يمنح الطالب شهادة التخرج التي تؤهله التوظف في دواوين الدولة، حتى أن الدراسة ظلت قائمة بالمدرسة المستنصرية بانتظام بعد سقوط بغداد نحو قرن ونصف من الزمن. وكانت تتوسط المدرسة نافورة كبيرة فيها ساعة المدرسة المستنصرية، وهي ساعة تعد شاهدا على تقدم العلم عند العرب في تلك الحقبة، وهي تشير إلى الساعة الزمانية نهارا وليلا، وهي دائرة فيها صورة الفلك. استمرت المدرسة في التدريس حتى القرن 11 الهجري في عهد سليمان باشا الكبير، حيث انقطع التعليم في المدرسة وأصبحت مخزن وكذلك خان للمسافرين، وخاصة أولئك الذين يعملون في النقل البحري. وسرعان ما أصبحت مركزا جمركيا في بغداد، وبين القمارق والخان غرقت المدرسة في الإهمال. في عام 1766 أعرب كارستن يبهور الذي زار المدرسة عن أسفه لأن المدرسة لم تعد مركزا للعلم والعلماء، وبدلا عن ذلك أصبحت خان مقابل أجور. وقد ذكر الرحال الألماني أن هناك كتابات عديدة على هذه المدرسة تعود للعصور العباسية وقد اختفت. زارت جان جيالاضوا المدرسة المستنصرية في عام 1881، وهي زيارة حتمية لأنه المدرسة المخزن كانت شريعة، وهي تعتبر ميناء رس السفن من أجل الدخول إلى بغداد. فهي تقول: رسينا في ميناء بغداد، يا له من مناخ رائع، مناخ الشرق، حيث تظهر لنا بغداد من وسط الأشجار دائمة الخضرة جميلة كعروس الربيع. وقد ذكرت المدرسة وكيف تحولت إلى خان للرحالة المتعبين وإلى مركز جمركي. وقد أشادت بجمالية العمارة والكتابات الجميلة التي كانت تزين المبنى، وقد نقلت لنا هذه المخطوطة الموجودة على جدران المدرسة المستنصرية. في عام 1885 زارها الرحالة الفرنسي هنري بندر، حيث وصل إلى بغداد على الكلك، نزل في القمارق التي موقعها في طرف جسر القوارب. من أجل التمكن من التقاط أغراضه توجب عليه توزيع هدايا، وهو أيضا يصف الأبنية القريبة، المستشفى العسكري والمعسكر القشلة، مكان تدريب الجنود، وعبر عن إعجابه، ولكنه كان مضطر للتدافع مع الجنود الأتراك من أجل التمكن من المرور. في عام 1884 وصل الرحالة الفرنسي دوني دي غيفواغ إلى المدرسة المستنصرية والتي كانت مركز القمارك في ذلك الحين، ويقول: أمامنا المنارات الشاهقة والقباب الكبيرة، ونرى جسر القوارب الذي يقطع سير دجلة، الباخرة تصفر. كنا نمشي بهدوء، وبعد رحلة 5 أيام في القارب توقفنا أمام مبنى كبير مطل على ضفة النهر الأيمن وهو القمارك. وفي عام 1827 زار الرحالة روبرت منان مدينة بغداد وشاهد المدرسة، فقال عنها بأنها ليست سوى خان لخزن البضائع. وفي عام 1841 وصل الرحالة الإنجليزي جيمس بيليه فريزر، وذكر أن المدرسة المستنصرية كانت حينذاك مخزن للقمارك. وفي أواسط القرن 19 ذكر الرحالة الفرنسي فرنارد هوفر أن المستنصرية كانت مخزنا للقمارك. وفي عام 1855 زار الرحالة جيمس فليكس جونز مدينة بغداد، فرأى بقايا المستنصرية متداعية.
وفي عام 1893 قام المجلس العسكري ببيع المدرسة المستنصرية رغم أنها كانت وقفا، وفي عام 1911 قامت دائرة الأوقاف برفع دعوة للمطالبة بالمستنصرية من خلال الدعم الشعبي، استطاعت إعادتها للأوقاف. وفي عام 1921 زار الملك فيصل الأول المدرسة المستنصرية فأقيم له حفل فيها جماعة من الشعراء القصائد، لكن موضوع أدية المستنصرية بقي مسكوتا عنها وبقت دائرة قمار. في عام 1925 طالبت الأوقاف من وزارة المالية بإعادتها إليها، وأيضا عادت لها من خلال المحكمة الشرعية، وبعد ذلك تحولت المدرسة إلى مديرية الآثار القديمة. وفي عام 1940 استعادت مديرية الآثار القديمة ملكية المدرسة المستنصرية، وتم بعد ذلك البدء بتأهيلها وصيانتها وبناء ما تهدم من مرافقها. وفي أواخر الستينات من القرن الماضي أصبحت محطة اهتمام السياح الأجانب، ثم وجدوا حلا للمياه الجوفية التي كانت تسبب ضررا كبيرا بالجدران من خلال ضخها إلى النهر، وقد استطاعوا أيضا إخراج الشاغلين لمبنى المستنصرية والذي كانوا في غالبيتهم تجار ومزودي خدمة مطعم. وفي عام 1973 تم تخليصها من المحال التي كانت تحيطها والتي كانت مرتبطة بها، وهكذا أصبحت المدرسة ذات أهمية تاريخية خالص. ونشاهد أيضا جسر القطعة الشهداء اليوم، وهو مكتظ بالعابرين وكيف أنه يقطع بعبور وسائل النقل النهرية، وهنا القفة تمر وتعبر، وبعدها يتم غلق الجسر من أجل عبور المار. ونلاحظ أن المارة قد تم إيقافها من أول الجسر. ونلاحظ مقهى البيروتي في طرف الجسر والذي كان يجلس فيه الشاعر ملا عبود الكرخي، ونلاحظ أن طيور النوارس لم تغادر الجسر وهي موجودة حتى هذا اليوم ترافق المارة وتتلقف فتات الخبز الذي يرمى عليها منه. تحياتي.